سمي المندوب السامي اللي السيد المندوب السامي اللي ظل أربع عامين، وكذلك أسد مداخلة السيدة سيدة محمد أخري وسيدة حامد الدولي، لأن تقربوا إلى بعض الجوانب من المقاربة التاريخية. بما أن الوقت لا يسمح كثيرا، سنركز فقط على المناعة الطبيعية، إشكالية الأوراق وإشكالية الولوج، بما أنه لم يتطرق إليه أحد، وقد تجدون في ذلك بعض الفائدة. إذا نوادي الولوج أو إنه تنبع النقل الذي حمى تبحاث الطلبية وجنب الإسكاليس، ولم يقوى على لازم حتى العقد العظيم كما جاء في ميثولوجيا الأغلبية القديمة، إنه نفسه هو الإسكاليس كما يروى على لسان محمد بن عبد في صوره وعبد الله بن عبد العزيز الفكري من السيد بن عبد ومحمد بن ادريس في مزار الشام في اختيار الطاقه. انه عصر الحياه وسبب الرقاب الذي عرف بحول الدروس العصيبه عبر التاريخ. فقد شكل الجدار الوفي والسد الطبيعي المنيح الذي حصن جنوبه حجر الدسوس في التاريخ القديم، وشمال تعرض على العرش في التاريخ الحديث والمعاصر، وذلك لعمقه وعرضه وغصبه صديقه الذي تجاوز 50 متر مكعب في الثمانيه، ومسعره المنزوي على شكل ثعبان عظيم، الشيء الذي جعل مساحه المدينه برا من جهه الشمال مستقلا على امبراطوريات اقليميه متعدده، وخصوصا تلك المحاولات البزغاليه المتكرره التي انتهت بفشل كبير عند جزيره الملك عبد الوهاب عام 1480، ثم نكبت المقرة التي قسمت الإمبراطورية فبحث وجودها من الخريطة في بيبيريا لمدة قرابة القرن من الزمن عقب معركة مولود 3 بوادي المخازن على نهر اللوكوس. كما عرفت مسار وادي اللوكوس مرصفا بعلائش ملاحم عظيمة خلدت في مجلدات التاريخ بطولات المجاهدين المغاربة الذين تصدروا ببسالة لأعتقد وفوقية الوصف في مرسى فاس، والوصف كذلك مرسى جبال العبري على جانب عدوتي أبي رقاب، حيث كانت ترسو قطع البحرية العسكرية المغربية وتبقى عشرة هذه الملاحم كما قلنا، وانتصار في معركة 1765 على الأسطول الفرنسي، وانتصار في معركة أخرى مشابهة عام 1823 على الأسطول النمساوي. إذن إشكالية عبور الوادي، ندخل مباشرة إلى الموضوع، بسبب الناس في عبورهم الوادي إلى في القرن التاسع عشر على التجديد والقواعد، بينما دون ذلك أي عبور كخارجي، العملية بالغة في التعقيد، تنطلق أساسا بصليب المياه وحركة مد والجزر في الأماكن القريبة من النصب، وتتغير مناطق العبور حسب الفصول والأحوال المحلية والأمنية، وقد عرفت تطورات محلية لبناء جسور خشبية أو حجرية لم يسبب لها استمرار نظرا لطبيعة تاريخ منطقة العلائش التي لم تعرف أبدا طعم الاستقرار، حيث ظلت هذه المنطقة حبيسة لوالديها تحوصها مدينة مخزنية القلعة المخزنية المتغيبة على استمرار الزمان لصدي عدوان أوروبيين عموما والإيطاليين على وجه التصعيد على وجه الخصوص. طبعا البلد في القرن التاسع عشر جسورا متعددة خشبية تعتمد على الأدوية المشدودة للجبال، ربما والدينا في عهد الشيرازية ربما حافظوا عليه. الجسور شكلت ثغرة في أساليب التنقل المكان الأول الكنس بداخلها والعالم المتينة، ولا يمكن الاعتماد عليها في حركة السير والمركبات ذات العجلات، لكنها سهلت التنقل بشكل دائم بالنسبة للأشخاص، والدور فقط في الحالات العادية، حالات مناقية بظروف طبيعية، مناقية طبيعية. إلى أن نزلت قوى الاحتلال الإسبانية عام 1911 وسيطرت على حضارة اللوكوس على عيش القصر الكبير، فعملوا مستعمرة تطوير القطرة العاكمة وذلك باستخدام القوارب بدل البراميل لتكتسب أفضلية عن سابقاتهم حيث يقومون بالبنتانة
من أربع فرص أقول سوتشايز عشان المنطقة الشمالية من بارش والتي ستقليل اسمه الحسن في مرحلة السبيل والعامة رسميا بروسي الزرق في طريق بانجوس في الأرض ابتداء من سنة 1923 يتم لذلك رأي الرحب أن ينبي للعزلة التي فرضها الرجل القدس على المدينة العربية على الزمن. الإشكالية بروج إلى مسار العربية هنا أضع علاقة بكل زمن من المجال. لأجل أن المنع الطبيعي يسير ومنها مسار الوادي القدس حيث يوجد المعصر المغربي الأقدم على المحيط الأطلسي هو العربية المعصر الذي عرف ازدهارا تجاريا على مدى طويل وشكل في الوقت ذاته أحد المرافق الأكثر أمانا لوصول القطع البحرية العسكرية المغربية في تاريخ الحديث سنعيش بالعلاقات مع البحر الأردني والزهر والسجادية المريء مع مسار العرش. شكلت هذه البحيرة أهمية بالغة لدى السلطات الإسبانية التي استعملت البحيرة بشكل قرار ومكثف في مسار العرش ولكل الأسباب الرئيسية ثلاث. أولها سعر الحجمية من سن الراس على الطول المنور طبعا مسار الشهور بفترة ولوجي ليه يحتاج إلى بعض الظواهر صحيحة في يمكن الدخول وبالتالي هذه العمل بالسماء كان عاملا حاسما في أنها بإمكان الدخول إلى المعصية. أما أن البحيرة في العصر بني في سفر التعقيد المياه الهادئة. ثانيا تعقيد التصرفات حيث كانت البحيرة تقوم بنقل السلع والمسافرين والمدنيين كما كانت أمريكا وإسبانيا تعتمد عليها لنقل البنوك العسكرية السلاح والسكان وقد لعبت البحيرة دورا هاما وحاسما في الإنزال العسكري الإسباني بمصر العربش عند احتلالها عام 1911. ثالثا قطع السلطات الروسية وهذا ما تشير إلى الأخبار والإحصائيات المتعلقة بالصادرات والواردة التي حدثها البحيرة حدثها السكر والواردة من وإلى مصر العربش. وعن مؤامرات البحيرة بنزا بالساحل المغربي وعن المدفع البعيد لمصر العرش نشر مدير صحيفة في فرنسية الإسبانية لويس لوكاس فارس تاروخ في عدد الأربعاء 26 جديد 1912 تلك الرفعة العصيبة التي مرت على الراوي وهنا ستجذب بعض أقسام إصبع البلد. يقول سمعت المدينة المغربية ببياض لونها حاول تخيل المنظر معي رجلا هذا إسبانيا يتحدث عن المنظر الذي يطلع 1911 عند دخول العربش. سبب المدينة للمعلمين ببياض لونها وحسام المعلمي المكبر من أسوار الدفاعية التي بناها الإسبان زمن الإنزال الأول في القرن السابع عشر ومآذنها النحيلة في إشارة إلى الشكل الذي كانت تسمى به المساجد المغربية عموما والشمال المغربي بشكل خاص. إنها العرش الحصن الحقيقي والعشاش القرنسينة المشهورة وغير القابلة للاستئصال عبر التاريخ. كل جهود السيطرة عليها من قادة البحر العظماء كانت عظيمة الدولة. ساكنة الساحلية الأصلية الشجاعة من المدافعين والمتبادلين مع قاسم المتلحشة في جميع الأوقات كانت هي العقبة التي تحقق بها قدم أوروبا. عند وصول البحيرة إلى الساحل المقابل لجبل صخري حيث تغدو على إشهر الساعة تشير إلى التاسعة صباحا والوصول في ضوء النهار شرطا هام لتحقيق السلامة. الممر الرهيب المؤدي إلى ممر صخري القرطان في كامل تركيزه مستعدا بخبرته في تركيز الكتابة في المقبل مبديا ثقة وعزما بأنه لا تفارق الشاطئ الساحلي الخطير نوعا ما السبب طف الوحش عليه أن يأخذ مسار من صحب الوادي الروس في نصحبه الأكثر رهبة فالممر الخطير على الظواهر حتى مع الأمواج الخارجية الأمواج الجديدة الذي في ساعتين من يكسب الباب. ورغم هدوء الصيف يعني شباب الصيف ومع ذلك الإمكانية صعبة الدخول إلى مصر وذلك بسبب الأمواج العالية والأجهزة الزمنية وتفاوت الصغيرة التي تنتقل الغرف من مانشستر
عنده السن الثالث والحق صعب على مجيئته مجيئته في ربنا ربنا بعيا الفخور بجلدي وسبب اختراق يتنشي في كل ما نعرفش أن سكر الأمور وسكر أشهر المنسانسي فاخر نسين بعد أن تجد السبيل نسو حطها في قناة الوادي التي ستصل قرصا بأمان مع السبيل والمعصى وفي مصر المشهد ورسل على الشهر الغربي تنسب كل زمن قناة الواسعة من حق الكثمان الرملية بجوارها توجد جزيرة رابعة من المساحة الحرة وإذا ما تملك أن تسمع هذا الكلام رجالا للتباد وإذا ما تملك بناء المعصى ستقل على رمية طنجة وستصبح العراقش أهم ميناء في المملكة نظرا لسهولة الوصول بناء العمق المغربي وستصبح العراقش عمق المغربي كما أن كل تجارة الغرب والجنوب تتم عبر العراقش الإصبان يعرفون قيمتها الحقيقية وأهميتها العسكرية الهائلة إنها من تحت طرق الغرب والفرس جنة المغرب الحقيقية تقع المؤثر القديمة في مطار الإسبيريديس التي أصبحت اليوم مراعي السلطان الشهيرة حيث تتكاثر فيه أفضل القروض المغربية الرائعة وجميع أنواع المشي وبين القدرة الدائمة على دفاتنا للوكوس الذي يروي غابات كاملة وأساسين البرتقال وأشجار الليمون وأشجار الفواكه من جميع الأنواع من الرائع أن نفكر ما يمكن القيام به كطلاب في العرائش باستخدام طرق طبيعية وهذا الوكوس الذي يمكن ملاحة فيه يمكن ملاحة فيه المصدر الكبير واستخدامه كطريق تجاري تكفي فيه الحدود المزرعة في الأراضي الداخلية الشاسعة لضمان ازدهار تجاري